أربع مسائل لابد أن يأتي بها الإنسان. لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن نصلي قبل أن نصوم. يبددو شن غزت غبشن را عرب صوم نخا بقوقو نمز بشني بشني بجا ونجني بجا. إذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمناه. شن غرز بغش عما أبي وجه قاقر قبتيش عشان غر بغزش عنو. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى الله أن ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. أي تور بغزش عشان غز بغبشا أبي وتيتو عمل بشا أبي وجه قبوقوا أبي تسخر وخجانو. ولابد أن نصبر أولا على العلم على التعلم على الدراسة الشرعية. أود شخواجة علم شزاد غباشم دي صبر زخد غشن هويش. ونصبر ثانيا على العمل يعني تصبر على أداء الصلاة في وقتها على صيام شهر رمضان مثلا. أبي وجة صبر زخد غشن هويش زخو بغشاتين هويش عاش بغزاجم دي نماز شبشم دي نشوشيتم دي. ولابد أن نصبر على الدعوة إلى الله على تعليم الدين على تفقيه الناس. أبي وجج صبر زخ بغشين هو زخ بغشاتين هو صخر دينم قشيجم صخر دينم شخابشم. إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. عار من الدنيا مش تغزا عجمة اللحم جيئم آخرتم جوابر تمام التجنو.